人。When I lay my head down. أنا علي طاهر وأنا بختار سلام. سلام. تخيلوا هالخبر، إغلاق عدد من خطوط مترو القاهرة بعد العثور على عبوتين نسفتين. كتير نسمع كمان بلبنان انه عبوة ناسفة لقوها هون، حمد لله لقوها قبل ما تنفجر، اكيد الحمد لله لقوها قبل ما تنفجر، وتخيلوا لو انفجرت شو كانت راح تروح معها. بس صايرين منقرأ هالأخبار ومنمرق عليها عادي، انفجرت او ما انفجرت بالنسبة لنا هي ذاتها. لا، سجلوا موقف دايما، انا اخترت السلام وبدعيكم انتو كمان لتختاروا السلام من خلال كل الحملات اللي عم تصير مع الامم المتحده ومع عالم الصباح اليوم لليوم الرابع. كاملين احنا وياكم عالمنا الصباحي مع زودياك واتصالاتكم المباشره مع كاربن. صباحكم بألف خير. صباح الخير جوزيف، صباح الخير للشيف شادي. اتصالاتكم مباشرة على الهواء، رقم تليفون مبين على الشاشة. أيضا بتقدروا تراسلوني على تويتر، تابعوني على تويتر هو كارمن شماس كلمة واحدة. واسمحوا لي أذكركم أنه اليوم على إذاعة الشرق رح كون معكم بين الساعة 1 والساعة 2، ساعة بكاملة مخصصة لاتصالاتكم. رح اخذ ابدا هلا باول ايميل من عمر. عمر مواليد 19 سبتمبر 80، يعني اليوم عيد ميلاده لعمر، بنقول له عقبال ال 100 سنه. اعطيني ساعه الولاده وحابب يعرف بشكل عام شو اللي ناطره. هلا تحت الهواء كنت عم بشوف شو اللي معقول يبين، واول شيء واضح بالنسبه له هي التغييرات على الصعيد الشخصي. التغييرات على الصعيد الشخصي اللي معقول تكون بيت جديد، معقول تكون سفر، معقول يكون زواج، ومعقول تكون ارتباط. فحضر حالك بالنسبه لها الموضوع، ومن بعدها بتتقدم وبيمشي الامور بشكل افضل، وكانه نجمك تقريبا عم بيطلع طلوع. لكن في عندي مساله ما كتير أنا حبيبتها، وهي موضوع الخلافات، موضوع المشاكل، موضوع أنه تحط حالك بمواقف شوي حساسة، لأنه بسنة 2014 الأمور منها هالقد مسهلة وميسرة. يمكن كنت عم بحكي عن موضوع صحي أو موضوع حتى أوراق ومعاملات إدارية، وبدك تنتبه بصراحة بشهر بأول تشرين الثاني لما زحل بيوصل للمريخ. هون في عندي علامة استفهام على الوضع الصحي نوعا ما. لكن بشكل عام في تقدم، في تطور، في تغيير على الصعيد العائلي، على صعيد الشخصي، في انفراج، يمكن في بيت جديد، أو حتى في ارتباط. هذا اللي مبين هيك من النظرة الأولى. إذا في اتصال ناخذ اتصال. ليلى تفضلي. ألو. يا أهلا. بونجور. بونجورين. كيفك مدام؟ الحمد لله، تفضلي. 14 تموز. نعم. 79. نعم. بين 12 والوحدة بالليل. أوكي. سألتك عن إذا عندها رزقتي لي سنة 2014. نعم. بدي أسأل عن حياتها العاطفية وعن شغلها. أوكي. ميرسي لألي. شكرا لاتصالك. بدأت تسأل عن أمور شخصية بالنسبة لألي وحياتها العاطفية. حسب الساعة اللي عطيتيني إياها أنا ببين أنه كل هالأمور هاي، هالبيوت الأربعة يلي هي أهم بيوت على الصعيد الشخصي، هي يلي بدها تتطور بالنسبة لبنتك. إيه، في أخبار حلوة، في تغييرات إيجابية، في نوع من مصاري واصلة لعندها، في تقدم، في انفراج، وحتى في احتمال أنه يكون في عم تسألي عن الرزقة العاطفية. هو كان شهر آب أغسطس هو الشهر الأفضل بالنسبة للموضوع العاطفي، هو الشهر اللي كان بيزوجها، لكن بعد ما قطعت الرزقة بعد في رزقتين بالنسبة لها، وعلى الأرجح رح بيكونوا بشهر نيسان وأبريل، يعني نيسان وأيار 2014. منتابع مع الاتصالات. سيدي تفضلي. ألو. يا أهلا وسهلا. لو سمحتي بدي 12 خلقاني ب 12 آب. نعم. 69 11 ونص بالليل. 69 12 ونص بالليل. 11 ونص بالليل. اوكي. سؤال. سؤال عن الحياة الاجتماعية كلها والعائلية. الاجتماعية بأي معنى؟ أنت متزوجة؟ لا. يعني العاطفية؟ إيه ككل. ككل. بتشتغلي؟ لا. طيب شكرا لاتصالك.
الحلو يلي عطيتيني اياه هو ساعه الولاده. من ساعه الولاده بيعطيني اول شيء طالع الجوزاء، بعدين في عندي السرطان، بعد عندي الاسد. الجوزاء كان هون بالبيت الاول، بيت الثاني، بيت الثالث، مصاري، تقدم، رزقه. ولانه فينوس كوكب الزواج بيناتهم، احتمال انه بظرف سنه سنه ونص احتمال انه يكون في عندك نوعا ما مصدر رزق جديد او انفراج لمساله عالقه او حتى زواج، وعلى الارجح هذا بيصير تقريبا قبل نهايه صيف 2014. ناخذ اتصال جديد. دينا بونجور. يا اهلا. انا مواليد 28/5/90. نعم، اي ساعه يا دينا؟ ديما. ديما بين الساعه 9 و 9 ونص الصبح. اوكي ديما، سؤال. عاطفيا وشغل. اوكي. اذا في سفر. سفر هجره ولا فاكيشن؟ لا، شغل. شغل؟ ايه. اوكي ديما. أوكي. شكرا لاتصالك. ديما يعني الحمد لله اللي عم بيتصلوا عم بيقدروا يعطوني تاريخ الولاده. ديما بالنسبه لها اول شيء طالعك الاسد، هذا امر بالنسبه لك بيفتح باب لفرصه جديده كثير مهمه مقبله بعد حوالي السنه سنه ونص من هلا، يعني بين سنه وسنه ونص فيك تحطي حالك بمرحله جديده. هل يا ترى بتحمل لك سفر؟ ايه، في كثير احتمال تحمل لك سفر من حوالي هلا عمرك يمكن ما بيسمح لك، لكن من حوالي شي سنتين كان مفروض يكون عندك سفر، يمكن ظروف ما سمحت لك، لكن موضوع التغيير هو مقبل ببعد شي سنه سنه ونص، يعني حتى بحط لك انه تقريبا نهايه 2015 لحتى اشوف هالنقله النوعيه، لكن لانه عندك كوكبين موجودين ببرج السرطان ففيك تقولي انت انسانه رح بتكوني محظوظه، ولانه كوكبين في عندك خبرتين كثير مهمين. أول نقشة أو أول رزقة بتاخديها رح بتكون بالنسبة لك أكتوبر اللي نحن واصلين له شهر الجاي، وفي عندك رزقة تانية بتوصل بشهر نيسان 2014، وبترجع بآخر شهر حزيران، خليني اقول لك بتموز، يعني في عندك بنيسان وعندك تموز 2014 بيحملوا لك رزقه، بيحملوا لك تغيير، وبيحملوا لك سفر اذا حابه تسافري. هذا اللي مبين بالنسبه لك. شكرا. لوريس تفضلي. تفضلي لوريس، نجرب غير لوريس اتصال اخر. اوكي، خلينا نحط ايميل. حط التواريخ. ناتالي. ناتالي 25/7/1971 2 لنشوف قبل الظهر بعد الظهر 2 بعد الظهر. ناتالي مش حاطه شو بدها ناتالي. طيب خلينا نشوف نحن اصلا شو ببين عندي بشكل عام. اول شيء ببين عندي شيء حلو جيد، انه في عندي كوكب موجود ببيت ببرج السرطان يلي المشتري واصل له. كل 12 سنة بيوصل وعمره بيسمح له انه يكون في امور عاطفية عاطفية ومادية حلوة عم تتطور بالنسبة لها. الافضل الاشهر هو اب 2014. اب 2014 رح يحمل لها لناتالي رزقتين ورا بعضهم، اثنين ورا بعضهم. إذا عمرك بيسمح لك ترجعي لورا يا ناتالي، ترجعي لسنة 2002 وبتتذكري شو اللي صار عندك بال 2002، هالنقلة النوعية أنت مقبلة عليها بسنة 2014 تحديدا بشهر تموز 2014. تغيير جذري إيجابي للأفضل، تطور وتقدم، بتمنى تقدري تستفيدي منه. نرجع للوريس. تفضلي. يا اهلا وسهلا. اذا فيك بدي التاريخ لابني. نعم. 3/11. نعم. 86. نعم. الساعه 2 ونص الظهر. اوكي. انا حكيت كتابي انا مدام كارمن. نعم. تقريبا اول السنه قلت لي عنده كواكب برج العقرب. كواكب ببرجه وفي ضغط، بس بدي اعرف العمل والارتباط. عم يشتغل؟ اي نعم، عم يشتغل برا. برا؟ اي نعم. حضرتك من الشمال؟ اي نعم. اوكي. طيب خلينا نشوف، هو الزواج مرتبط؟ عم تسالين عن الزواج؟ لا عم يحكي يعني، بس عم بيحكي؟ اهم شيء العمل عنده، قلتي لي عنده ضغط كثير لانه السنه قلتي لي برج العقرب شوي تعبان. تعبان. اوكي.
شكرا لوريس لاتصالك. خلينا نشوف عن شو عم تحكي لوريس وعن شو انا كنت عم بخبرها او عم نبهه لابنها. هالكواكب 1 2 3 4 5، خمس كواكب ببرج العقرب، سنتين ونص، يعني قبل ما تخلص 2015 مني شايفه ارتياح او راحه عند ابنك. ورا بعضهم، اول قطوع، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. القطوع فيكون ايجابي فيكون سلبي. القطوع هو مرور، بالانجليزي هو مرور، ترانزيت، عم بيقطع، مثل عم بيقطع الطريق او مثل السياره مرقه على الطريق وعم تقطع من حي لحي او من ضوء لضوء او من نقطه لنقطه. بالنسبه لابنك مرق عليه قطوعين، فيني اقول لك اخر واحد كان هلا بهيدا الشهر، هيدا شهر سبتمبر ما كان هين ابدا، وبعد في عندي اول اسبوع بشهر تشرين الاول، ما رح يكون هين، بده ينتبه لصحته، انا محله بضل مطرح ما انا، ما بغير وما بتجوز، هلا مش وقت جيزي، على الاقل خلي 2013 تمرق وتخلص، من بعد 2013 لكل حادث حديث بنرجع بنحكي عن الزواج. هلا بده يأمن لي بقائه واستمراره بالشغل وايضا بحياته الشخصيه، ينتبه لي لصحته. بنرجع بنحكي لانه عندي الصحه كمان بسنه 2014 اخرها، وال15 يلي نوعا ما بحاجه لاهتمام. ايضا انت بدك تهتمي لصحتك لانه زحل واصل عند ابنك على القمر يلي هو صحته وهو صحتك ايضا. هذا كان اخر اتصال لليوم، انا ناصرتكم باذاعه الشرق بين الساعه 1 والساعه 2 اذا حابين تتصلوا فيني وتسالوني اي سؤال. عوده لك جوزيف. شكرا لك كارمن، بريك قصير وبعدها بنعود مع ورشه ملح وفرقه العلامه مع مارينا. أنا اسمي عماد الصالح، بدي السلام.